أشرت أنه صدام حسين تمت إزالته بالقوة وكانت هناك كنا نسمع مؤشرات. الآن أنا أريد أن أسمع منك ما هي المؤشرات فيما إذا يكون تدخل دولي؟ هل إذا ما لجأت المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ قرار بإلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة الانتخابات، هل سيكون هنالك تدخلا دوليا بالقوة؟ هل ستكون هنالك معادلات دولية جديدة؟ هل سيتم إعادة توزيع مناطق النفوذ من جديد؟ هذا المحور أريد أتركز لي عليه. يعني استاذ نجم، النظام السياسي الحاكم الان يمثل تهديد الى المجتمع الدولي. هسه راح اقول لك كيف المواطن يسال ايضا كيف. الان اموال بالعراق جاي تنوخذ من اموال الشعب تروح باتجاهات اخرى، اما تروح باتجاه غسيل اموال او باتجاه تقويه كيانات على حساب الشعب. هذه الكيانات تعمل لإجندات دولية. الآن المجتمع الدولي أو النظام العالمي قائم على أمرين، قدمين. القدم الأولى هي منابع النفط، والقدم الثانية هي طرق التجارة العالمية. طيب. وهذا النظام عمره مئات السنين. الآن هذا النظام الدولي، هذا النظام الدولي اللي عمره مئات السنين، أصبحت منابع الطاقة تحت مرمى الأسلحة اللي هي بالعراق. الآن أول البارحة معركة كانت في المصدر الأسلحة المتوسطة والثقيلة. الدولة كدولة العراق لا توجد سيطرة على السلاح ولا توجد سيطرة على الأموال وحركة الأموال. فمقدمات أي عمل لمعالجة وضع داخل دولة معينة هو تهديد السلم والأمن العالميين، وهذا موجود يعني بالعراق الآن أصبح حقيقة واقعة، يعني لا لا لا, لا ليست خافية. وهذا الأمر مشترك مع نظام صدام الذي كان يذهب باتجاهات يمين وشمال وشرق وغرب، شمال وجنوب وشرق وغرب. الآن هذا النظام اللي موجود بالعراق هو أصبح خطر على المجتمع الدولي، وبالتالي بما أنه القرار الديمقراطية نافذ فالآن نذهب باتجاه الأغلبية، والأغلبية هي التي تحلحل الأمور بالعراق لأربع سنوات أو ثلاث سنوات أو الفترة القادمة. خلاف هذا ترجع التوافقية، يعني يرجع السلاح خارج إطار الدولة، ترجع الأموال خارج القانون، والمواطن مسحوق ولا عقد اجتماعي عندنا ولا شيء اسمه مؤسسات خاضعة لسيطرة الدولة. هذه كل المقدمات تدعو المجتمع الدولي وتجبر المجتمع الدولي على أن يذهب إلى آخر العلاج وهو الكي، بعدما قد تفشل قضية الأغلبية، الحكومة الأغلبية في الأشهر والسنوات القادمة.